لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. كل سنة وانتم طيبين يا رب. انا يعني انا سعيد بالوعي اللي موجود دلوقتي، يعني خصوصا ان 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 الجمهور اللي كل الناس تيجي تقعد تقول لك الجمهور عايز كده وعايز الفكره ديت والشكل ده والتيمه ديت والطريقه ديت. لا، العمل الحلو اللي فيه احترام لكل بيت بيخشه، اللي فيه اخلاق، اللي فيه تقدير لقيم مجتمعيه، الناس بتحبه. فده الوعي اللي عند الجمهور، ده اللي هيخلي المنتجين يغيروا فكرتهم. عشان خلي بالك الممثل ده هو اخر عنصر، يعني والمؤلف ده اخر عنصر اللي بيحرك التيمة دي كلها. المنتج والمنتج بيتحرك على الفكرة اللي الشعب عايز ايه. فانت لما بتثني على العمل بالشكل ده انت هتغير في فكرة مجتمع الفترة اللي جاية. وبشغلي كمذيع وممثل اقوى شيء بيخش البيوت واكتر شيء بيحقق تفاعل ووعي للمواطنين ولكل مجتمعنا العربي هي مسلسلات. احنا مجتمع بنحب الحدوتة، فلما تبقى حدوتة بتعزز قيم عند ولادنا وبتعزز فكرة الاحترام وبتعزز فكرة ان انت الشر هو والغلط هو، اي حد ممكن يقع ما بين الشر والغلط. هنشوف اعمال من كده كتير، مش محتاجين بقى ان احنا نشوف اكشن وقصص ملهاش دعوة بالمنطق وسسبنس ملهوش دعوة ونشوف ملفظ خارجة وفكر مش مقبول وبنعاني منه بعد كده تاني في الشارع. يعني احنا سمعنا ان رامز عطلكم التصوير شوية بسبب حمادة هلال، تقول يا رامز بعد اللي بس انا بحب برنامج رامز جلال، انا بحبه جدا، بس انا ما حبيتش حلقته مع احمد هلال بصراحه. مع 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 يعني ما حبيتهاش. مع ما يعني برامج لطيفه، برنامج يشد الجمهور بشكل او باخر، بس انا ما بحبش ان فكره برنامج بتقوم على فكره اهانه شخص ما او التقليل من شانه او التقليل من مجهوده. معلش يعني انت بتشتغل شغلانه هي مبنيه على 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 تاريخ انت بتحققه بقى، وان شاء الله سنتي سنتي انت ماشي بيه في الدنيا، فما تجيش في يوم وليله تبقى اضحوكه مجتمع كامل يعني عشان تبقى حلقه. ف زي اللي في الاول هم اللي فيهم ما حبيتهاش بصراحه، ما حبيتهاش. يعني انت في الموقف نفسه او في المقلب نفسه؟ لا انا مش هروح. يعني ممكن تنسحب لو اكتشفت ان في مقلب؟ عامه يعني انا ما اروحش، مش عشان حاجه، انا بحب رامز جلال واتفرج عليه جدا، بس ما بحبش احط نفسي في الموقف ده خالص. هنشوفك انت في السينما قريب. يعني مختلف عن السينما بقالك فترة. مع ان الحمد لله ربنا كرمني في السينما لما كنت بعمل سينما. في الوقت الحالي يمكن دراما هي اللي اخذ نصيب الاسد، بس باذن الله في السينما قريب على وشك. حبيبي. عشان التصوير مش عايزين نعطل. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وانتم طيبين.